هذه الجامعه عطت الكثير، ولكن كنشوف بعض الاساتذه الجامعيين اللي كنقول ديما هذا هو الكنز ديال البلاد اللي وصلنا فين وصلنا اليوم. وحنا دابا مازال كنجريو مع الوقت باش نحاولوا نلقاو الخلاف لهذه الفئه هذه اللي انا تنتمنى شي نهار، ولكن ما تخرجش عليا كعضو في الحكومه كانسان، الاساتذه الجامعيين يمشيو رتخات على 80 ولا 90 عام حتى يحبس بوحدو. لان كنقولوا الاساتذه الجامعيين اللي اليوم ربما مشاو التقاعد، تنقولوا لها الدارجات الناس القديمه اللي كنفتخروا بها، وانا مازال كنفتخر بواحد الاساتذه كبار معنا هنايا اللي علمونا واللي عطاو المكانه ديال البلاد ديالنا. وكنقولوا ديما علاش الجامعه اليوم، وكتسمعوا في الخطابات ديال سيدنا الله يسرو كيأكد على الرأسمال البشري، كيأكد على الشباب والمناعه ديال بالخصوص. واليوم اكثر من البارح احنا واقفين على هاد المشاكل ديال اليوم. نقدروا نتحرروا بالنسبه للجغرافيا، ولكن الحريه ديال الدماغ نتحرروا بالدماغ، لان اليوم خاصنا مفكرين، خاصنا دي سوسيولوج، خاصنا دي فيلوزوف، خاصنا علاش ولاو العلوم الانسانيه اليوم ولاو في قلب التحديات اللي كنعيشوها اليوم. احنا بزاف ديالنا هنا، وانا من الناس اللي ربما مهندسين وعندهم ميول كبير للتكنولوجيا، ولكن فهمنا بان اليوم العلوم الانسانيه، واللي كنقول العلوم الانسانيه فيها كل شيء، فيها حتى القانون، فيها من العلوم الانسانيه ولا العلوم الانسانيه الدروس، ولينا محتاجين بها اكثر من قبل. علاش؟ لان هاد كوفيد اللي جا شفنا شنو وقع، والناس اللي قدروا يواجهوه هما الناس اللي عندهم المناعه، والمناعه ما كتجيش بسمارت فون، ولا كتجي بالعقل، وباش العقل يكون قابل باش يواجه هادشي. علاش كنتكلموا في هذا المخطط الوطني ديال تطوير المنظومه ديال التعليم العالي والبحث العلمي؟ كنأكدوا بزاف على هاد المهارات، وعلى هاد المهارات الذاتيه والكفاءه الفردية، كاع كلشي اللي ربما كنا كنشوفوا فيه غير زايد. اللي كيدير ليكونومي كيمشي يدير ليكونومي. واليوم عندنا نقاش داخل الجامعه، لان اكثر من 20 عام ما بدلناش البرامج ديال التدريس ديالنا. انا كنهضر غير على البرامج، ما كنهضرش على الوسائل ولا لي ميثود، كنهضر غير البرامج ما بدلناش. وحنا في هاد الحكومه خدينا قرار، قلنا غادي نشدوا ورقه بيضاء وغادي نعاودوا من جديد، نشوفوا اشنو هو التصور اللي عندنا، وخصنا نراعيو التحديات اللي كاينه اليوم عند بلادنا، ونراعيو كيفاش نوجدوا شباب اللي يكون كنقولها بالدارجه عنده العقل مستف. لان اليوم اللي مطلوب منا اليوم هو هذا. ما كاينش اسبوع في هذه الاسابيع الاخر من نوفمبر لهنا، ما كاينش اسبوع اللي ما تكون شي حاجه جديده على هادشي تاع الذكاء الاصطناعي، على هاد شات جي بي تي. حنا كنسمعوا غير شات جي بي تي، ولكن بزاف حوايج اللي دايرين بهم، وماشي غير الشباب اللي خصنا نقريو، خص حتى الاساتذه الباحثين والطاقم الاداري، كلشي خصو يفهم اشنو كيتغير اليوم. وهذا التدريس، لان علاش جيت لهذه المناسبه هذه، بغيت نشكر السيد العميد والسيد رئيس الجامعه على الدعوه، لان فحال هذه الكليات فين كينبت هذا الشيء، لان علوم التربيه ومفخره للجامعه المغربيه اليوم هذه الكليه، لان 40 عام الحمد لله، وخرجات لي اوتور اللي تبارك الله عليهم بكفاءه كبيره. هنا في خصنا، لان من اللي غادي نكونوا الشباب ديالنا هو اللي غادي يمشي يقري في المدارس، هو اللي غادي يمشي يقري في الجامعات، بحال السيركل كيتسد وكيتعاود. وهنا فين خصنا نكونوا الشباب ديالنا، قلنا بان خصنا
نمشيو في التوجه ديال التمكين ديال الانسان. انا كنحاول نتكلم عليها في كل مناسبه، لان التمكين ديال الانسان هو احسن حاجه غادي تعطيه، ماشي الدبلوم. الدبلوم كنقولها بعض المرات الكرتونه سهله، اللي دخل خصو غير يصبر غادي ياخذ الكرتونه، سمحوا لي، ولكن اش غادي يخرج، باش غادي يخرج، كيفاش مكون، هو الاساس اللي ولا عندنا. وفي التحديات اللي كاينه اليوم، ربما حنا بزاف بينا ربما خدمنا، عندنا عمل واحد ولا جوج ولا ثلاثه في الحياه ديالنا كامله، ولكن الشباب اليوم غادي تكون عنده 20 و30 خصو يبدل المهنه ديالو،